هاي المسابقة شارك فيها العديد من المشاريع الهندسية. طبعا احتضنتنا مشكورة جدا حاضنة قناة المعلومات والاتصالات بالجمعية العلمية السورية المعلوماتية. الغاية من هاي المسابقة هو دمج المجتمعات أو دمج المشاريع الهندسية بما يوظف الحاجات المجتمعية الموجودة في سوريا. نحن اليوم خلينا نقول نشجع المتميزين ليتميزوا أكثر، ونشجع اللي مو متميزين إنه يتميزوا. اليوم بعد كل اللي صار بسوريا، فالاستثمار الوحيد تبعنا بالشباب، فبالتالي نحن مركزين على الشباب، شباب الجامعي حتماً والشباب اللي بالمعاهد، أي شباب ممكن يكون عنده أفكار مميزة. التميز اللي بدنا إياه نحن مو بس لما يوصل ويأخذ اليوم التكريم، بدنا ما بعد التكريم اللي هو إنه يقدر هذا مشروعه نفسه اللي تخرج فيه من الجامعة يحوله لمشروعه المستقبلي كبزنس. نحن كحاضنة أعمال ضمن الجمعية المعلوماتية بنركز على هذا الجانب اليوم. الهدف من تميز هي بواقع الأمر تشجيع الطلاب اللي عملوا إنجازات بمشاريع التخرج تبعهم، سواء كان على المستوى الجامعي أو حتى المستوى ما قبل الجامعي. نحن كان في عنا فئتين، فئة للمعاهد وفئة للمستوى الجامعي. طبعا الطلاب بيطلعوا بافكار مميزه من خلال مشاريع التخرج تبعهم او من خلال شغلهم. هالافكار هاي ممكن تتحول الى منتجات بعدين وتكبر وتحتاج الى الرعايه والدعم. مشروع هدفه مثل ما حكى زميلي عن اعاده الاعمار بالنسبه للمشروع التصميمي، وهو شيء جديد لانه ما في ولا اله بتقوم بعمليه البناء. نحن الهدف منه كان مساعده باعاده الاعمار ووجود شيء الي يقوم بعمليه البناء. أما بالنسبة للمشروع التنفيذي اللي هو طابعة ثلاثية الأبعاد، كان في إلى هدف من تنفيذه، الهدف هو مساعدة الطلاب بتنفيذ مشاريعهم تبع التخرج. عاملين مشروعين إحنا كان بجامعتنا، مشروع اللي هو هذا اللي شايفينه قدامكم اللي هو طابعة صغيرة ثلاثية أبعاد بتطبع بمادة الإسمنت، ومشروع الثاني اللي هو آلة بناء تعمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. المشروع تبع آلة البناء هدفه هو إعادة الإعمار اللي إحنا كنا مفكرين فيه، والمشروع الصغير اللي هو الطابعة اللي احنا عاملينه مشان نساعد فيه المهندسين والطلاب اللي عم يلاقوا صعوبة بتنفيذ مشاريعهم.